أحمد سهام. حسين، في القاهرة الكثير من المعطيات تم تداولها بخصوص ما تم مناقشته في القاهرة بخصوص هذه المفاوضات، لكن الأهم يبدو بأن القاهرة تود أن تنتهي هذه المفاوضات في أقرب الآجال، وهذه الآجال حددت بأقل من أسبوعين. نتابع تفاصيل. نعم سهام، بالفعل وفقا لما أفادنا به مصدر مصري فإن ليست القاهرة فقط وإنما الوسطاء الرئيسيون القاهرة والدوحة وواشنطن سوف يضغطون لوضع جدول زمني لإنهاء جميع الترتيبات والاتفاق على جميع البنود الخاصة بصفقة التبادل في مدى زمني لا يتجاوز أسبوعين. خلال يومين جرت في القاهرة مناقشات معمقة مع رئيس جهاز الشباك الذي رأس وفدا إسرائيليا بدأ مباحثاته منذ صباح الأمس، وانضم في آخر اليوم رئيس المخابرات الأمريكية ويليام بيرنز مع وفد آخر، واستكمل بيرنز اجتماعاته صباح هذا اليوم مع الرئيس المصري ورئيس المخابرات المصرية، وأيضا جرت اجتماعات ثلاثية بين مصر والولايات المتحدة وإسرائيل. وفقا لما أفادنا به مصدر مصري فإن هناك تقدما قد أحرز على صعيد مناقشة بعض النقاط الأمنية الخاصة بالانسحاب الإسرائيلي من معبر رفح وأيضا الانسحاب من محور فيلادلفيا، وإن أرجئت مناقشة الترتيبات الأمنية الخاصة بمحور فيلادلفيا لما بعد إقرار المرحلة الأولى من صفقة التبادل ودخولها حيز النفاذ غدا. سيشارك رئيس المخابرات المصرية مع رؤساء المخابرات من إسرائيل والولايات المتحدة ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري في مباحثات الدوحة، والتي ستكون أهم ومفصلية للغاية في هذا الوقت من المفاوضات، على أن تستكمل أيضا جولة أخرى في اليوم الذي يليه في القاهرة وستكون مخصصة لمناقشة ترتيبات الجدول الزمني الذي يضغط الوسطاء كما ذكرت لوضعه في خلال أسبوعين على الأكثر. سهام.